السلام عليكم، كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. حبيت أعملكم هذا الفيديو عشان أحكي لكم خبر سعيد جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله يكون سعيد جدا بالنسبة لكم. بس قبل ما أحكي هذا الخبر بدي أحكي نقطة صغيرة، إنه كل شخص فينا في عنده أهداف بحياته، في عنده أحلام ودائما بحاول إنه يحققها وبتعب ممكن عشان يحققها. بس هل سألت نفسك لما توصل لهذا الهدف أو الأهداف اللي أنت حاططها بحياتك شو راح تحس؟ هل راح تحس بالإنجاز؟ هل راح تحس انه انت خلص ما راح تحلم مرة ثانية، ما راح تحط اهداف جديدة، او راح ترجع تحط اهداف جديدة وترجع تحققها؟ بصراحة هذا الموضوع خطر ببالي، لانه مش هذا هو الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة. الهدف الرئيسي لوجودنا بالحياة ممكن في كثير ناس غافلين عنه، وانا واحد من الناس اللي كنت غافل عنه. احنا وجودنا بالحياة عشان نرضي رب العالمين، نعبد رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا امرنا، لقوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمش مشكلة يكون عندك أهداف، بالعكس صحي جدا أن يكون عندك أهداف، وصحي جدا أن أنت تحاول دائما أن أنت تنتج وتعمل الشغلات اللي أنت بتحلم فيها. بس يكون متناسق هذا الهدف مع هدف وجودك بالحياة، هو عبادة رب العالمين، ويكون كل شيء انت بحياتك بتعمله عارف انه في صح وفي غلط، وتحاول دائما تعمل الاحسن. فبالنسبه لي بصراحه الهدف اللي انا كنت ماشي فيه والحلم اللي انا كنت عم بحاول احققه بصراحه ما بيرضى رب العالمين. واغلب الناس اللي قراب مني بيعرفوا ان انا من زمان بحكي لهم رح يجي يوم واني انا اوقف. فالحمد لله وفضل الله اجى هذا اليوم، وهذا هو الخبر السعيد جدا. انا حبيت احكي لكم انه الحمد لله انا اعتزلت الغناء، وبشكركم على دعمكم المستمر جميعا، وبتمنى انه هذا الدعم يستمر لقدام، لانه هاي معناتها مش النهايه، بالعكس مش راح اختفي، يمكن راح تشوفوني اكثر، راح تعرفوا علي اكثر على طبيعتي، وبتمنى تشاركوني رحلتي الجديده. وشكرا جميعا على كل دعمكم، وشكرا جميعا على كل هالسنين، وبتمنى اللي جاي يكون افضل لي ولكم، وبتمنى لكم الخير. شكرا لكم، وراكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.